نزل علينا الصاروخ. شيلوا شيلوا شيلوا. تستمر سلسلة الغارات المكثفة على الضاحية الجنوبية منذ أسبوعين، لتتسارع الاعتداءات وصولا إلى استهداف فرق الإنقاذ والدفاع المدني بصاروخ من مسيرة. الله أكبر الله أكبر. إذ أفادت معلومات عن إصابة 3 أشخاص بقصف من مسيرة، وهم كانوا من ضمن فريق من الصحفيين والمسعفين في أحد شوارع المريجي، وذلك خلال قيامهم بجولة تفقدية صباحا. وطالبت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان الحكومة اللبنانية والمؤسسات الدولية المعنية بإدانة هذا العمل البربري والمخالف لكل القرارات الدولية وفعل ما يمكن فعله للسماح لهذه الفرق الإنسانية بالقيام بواجباتها الإنسانية الإنقاذية. كما أطلق عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي عبر الجديد صرخة إلى المجتمع الدولي والعالم حيال الهمجية التي ينتهجها العدو الإسرائيلي، وخصوصا في العدوان على بلدة المريجي في الضاحية الجنوبية. أنا بدي وجه نداء هون وسؤال واستنكار وإداني كبرى لما يجري بعد الليلة اللي صارت مبارح بمنطقة المريجي، وهذا القصف اللي اتباهى الإسرائيلي بإلقاء عشرات الأطنان على مناطق سكنية وانهارت عديد من الأبنية في تلك المنطقة. نعم. اليوم الدفاع المدني، الصليب الأحمر، كل حدا عم بيحاول يرفع الأنقاض إذا كان هناك أحياء أو جرحى لاستنقاذهم لمعالجتهم، الإسرائيلي يتعرض له ويستهدفه، وصار في 7 جرحى. صحيح. لما عبر حاولت جرافة صغيرة إنه تقوم بالمهام، هيدا برسم المجتمع الدولي، هيدا برسم الإنسانية جمعاء، هيدا برسم الصليب الأحمر، هيدا برسم كل الذين يتبجحون بحقوق الإنسان. كما استهدف جيش العدو الإسرائيلي جرافة في الضاحية الجنوبية بعد محاولتها إزالة الحطام وفتح الطريق في المريجي أمام فرق الإسعاف والدفاع المدني. وعند منتصف نهار الجمعة شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات متتالية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، ولا سيما حي الجامعة اللبنانية ومحيط حي السلم وملعب الراية، في ظل تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء الضاحية وبيروت. وشهد ليل الخميس سلسلة غارات عنيفة استمرت حتى فجر الجمعة. مثل اليوم الأيام هذا تعبير حضارتهم، هذه غطرسة الكفر. الله أكبر. وكانت الغارة على منطقة المريجي هي الأكثر عنفا، وزعم الإعلام العبري أن المستهدف هو السيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله خلال اجتماع للقادة كان موجودا فيه. ونقل موقع أكسيوس أنه كان في أكثر الملاجئ عمقا، وزعمت يدعوت أحرنوت أنه تم استخدام 73 طنا من القنابل على مقر حزب الله. كما ادعى الجيش الإسرائيلي أن هجوم ليلة الخميس في الضاحية الجنوبية لبيروت استهدف مقر الاستخبارات الرئيسي لحزب الله. وهذه مشاهد الدمار الأولى بعد الغارة الأعنف في المريجي، صورها الزميل جهاد زهري. كما توثق هذه المشاهد الأضرار التي خلفتها الغارات ليلة الخميس في منطقة الحدث بالقرب من مركز المعاينة الميكانيكية. وفي حارة حريك مزيد من الدمار في المباني بفعل الغارة الإسرائيلية أيضاً.